ترامب يقف بوعوده بالنسبة لإيران للعقوبات الاقتصادية، رأينا دعم واضح من قبل نتنياهو حتى من قبل الدور الدول العربية، وموقف غير واضح من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل القارة الأوروبية. كيف تقرأ في البداية موقف القارة الأوروبية؟ الموقف الأوروبي واضح أنهم يقفون إلى جانب الاتفاق يمين الاتفاق، حتى أنهم يعلمون ما يقول هذا الاتفاق، وترامب يصيح بأعلى صوته أن هذا الاتفاق خطر، وهم يتمسكون بالعديد من الأمور، حتى أن الأمور التي يقولونها هي أكاذيب مفترية، لأنهم يلتزمون بالاتفاق، لأن وكالة دول الطاقة الذرية تقول أن الإيرانيين يعملون بشكل يضمن أن برنامج النووي لأهداف السلمية، ولكن الوكالة الدولية تقول ذلك، وإنما تقول هذه الوكالة إنها لا تستطيع أن تحدد ما هي طبيعة هيئة النشاط النووي في إيران. نتيجة ذلك هو أن الأمر أن الأوروبيين يموضعون أنفسهم في مواجهة مع الولايات المتحدة، وبحسب نظري يفهم الإيرانيون أيضا أن الأوروبيون سيخسرون في هذا الاتفاق، والدليل على ذلك أن أكثر من 100 شركة غادرت إيران حتى قبل دخول العقوبات إلى حيز التنفيذ، لذلك فإن لا توجد أي شركة أوروبية ترغب بالاعتماد على قانون الحجب هذا، وتفضل أن تتاجر مع الولايات المتحدة، ولا تفضل أي شركة أوروبية المتاجرة والسوق في دخول السوق في إيران بدل الولايات المتحدة. ولذلك لم يكن هناك أي شك أن أوروبا لا وزن لها. لو كانوا ينضمون للعملية والخطوة الأمريكية لكانت إيران عادت إلى طاولة المفاوضات، ولذلك كان بالإمكان الامتناع عن المعاناة للشعب الإيراني. نعم.